محمد. وصل يا شيخ، وصل ظهرك. هذا هو الغريب. الله أكبر. درع البلد حاز البريد المحرر على يد أبطال الجيش الحر بعد الحصار الذي دام 18 يوما قبل الجيش الحر. عجز البريد ينبارك على الغاب. الله أكبر والله الحمد. الله أكبر والله الحمد. هاي الأبطال أول ما احتحمل. الله أكبر والله الحمد. هذا البطل أول واحد فات على حاجز البريد المحرر في درع البلد. يقوم الآن الجيش الحر بتمشيط حاجز البريد وتطهيره بشكل كامل من إصابات الأسد. شباب جمع الغنائم. شو ماخذين هذول؟ شو ماخذين؟ شباب يا معلم.